هي اتفاقية شراكة بين شركة المنصار تيوي المغربية المتخصصة في مجال التكوين والدراسات الاستشارة القانونية ومركز الأعمال العالمي مونهايم الألماني. هذه الشراكة وكخطوة أولية تهم تأهيل الكفاءات المغربية لكي تستجيب لسوق الشغل الألماني. وهذه الشراكة الاستراتيجية تدخل في صلب تأهيل الموارد البشرية الوطنية تحقيقا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل الموارد البشرية في صلب السياسات التي تهم جميع مناحي التنمية. وحتى لا أطيل عليكم، فالشريك غيريس لقد قال كل شيء وفصل كل شيء. أتمنى أن تكون هذه الشراكة مدخلا للرقي بالكفاءات المغربية على الصعيد الدولي، والله ولي التوفيق وهو يهدي السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عبد الباري الندي، مدير عام شركة الأنصار بريفي للتكوين المستمر. كنرحب بكم في هذا اليوم حفل توقيع اتفاقية ما بين شركة الأنصار وشركة اي بي سي يعني الألمانية. هذه الشراكة يعني عندها عدة دلالات وعدة أبعاد، ما هو اقتصادي، ما هو ثقافي، ما هو يعني اجتماعي، ما هو ثقافي. اليوم كان التركيز ديالنا مع الحضور الكريم اننا نشرحوا لهم هذه الاتفاقيه، شنو الابعاد ديالها وشنو الشروط ديالها وشنو الناس اللي باغيين انهم يمشيو يكملوا المسار المهني ديالهم داخل المانيا. المسائل اللي هي بسيطه، اول حاجه نبداو بالشروط. اي واحد مؤهل تقني متخصص، حاليا دابا غادي نبداو بمجال التمريض، وكنقول مجال التمريض كنقصد الخاص البريفي، ما كنهضرش على الدوله، لان باش ما تمشي هنا اصلا احنا عارفين في المملكه المغربيه عندنا نقص في مجال التمريض في المجال يعني الدوله. فاحنا غادي نستهدفوا البريفي اللي هما ما كيكونش عندهم الحق يخدموا في الدوله، او الناس اللي باقيين جالسين، الناس ما لقاوش الخدمه الى اخره. الناس اذا بغاو مثلا الناس ديال الدوله، مثلا واحد الدوله وقرب الدوله جالس بغى يمشي، طبيعة الحال غنستقبلوا، حنا ما رفضوا، ولكن حنا هي التخصص ديالنا مع المؤسسات الخاصه. الشروط هو انه خصو يكون بوليفالون او ساج فام او الى اخره، قاري 3 سنين. ثاني حاجه غادي يقرا المده ديال 6 شهور في لي سونتر تابع ديال الأنصار بريفي باش يدوز الامتحان ديال البي ان، كيدوزو في الجوت اوف تشايلد. ان فوا كينجح مباشره كيتم عمل معاه المسائل الاوراق القانونيه ديالو. غتقول لي واش هادشي كامل فابور؟ طبيعه الحال غادي يخلص هو القرايه ديالو، ولكن ديك السمساره اللي كتكون او كاينه واحد النسبه مئويه حنا ما عندكمش عندنا، لاننا حنا اصلا عندنا عقد شراكه وملزمين اننا ما نشدو مع حتى شي واحد حتى شي حاجه من غير القرايه ديالو، المسائل ديال القرايه ديالو او الفيزا، المسائل ديال يعني الترجمه، المسائل اللي عندها علاقه بالاوراق باش يمشي او امتحان الى اخره. من غير ذلك حتى شي حاجه ما غادي نشدوها. واي واحد قال شي واحد ان شركه الأنصار كتطلب قد وقد فهو كيكذب او باغي ينصب عليه. حنا ما كنطلبوش، حنا اللي كنطلبوا ان جينا واحد الناس عندهم 3 سنين ديبلوم 3 سنين، هذا ما يتعلق في التمريض. الخطوه الاولى كما سولوني بعض الاخوان واش كاين هذا التمريض، لا ما كاينش غير التمريض، غير هو التمريض. انا اللي حاليا العقد اللي هو مسني ما بين شركه اي بي سي مع المستشفيات الالمانيه، عقد كاين، عقد غير محدود، ما نقدر نقول لك لا 100 لا 200 لا 1000 ولا 2000، يعني عقد غير محدد. كيف امكان نبدا حاليا في شهر 6 مثلا، نقدر نبدا تريسيان بلومبي ميكانيك شوفريات شي تطريب، ولكن انا بغيت حتى يكون عقود باش ما نبيعش الوهم للناس. انا واحد الحاجه باقي ما عنديش، ولا واحد باقي واحد 6 شهور غنقريت ومن هنا 6 شهور غنكون دبرت، لا تيكون عندي عاد ندير واحد. هذا هو الواقع، هذه النقطة. النقطة الثانية هو الاستفادة ديال داخل المملكة المغربية والاستفادة الاقتصادية، يعني أي واحد غادي يمشي غادي يكون أسرة، غادي يصرف على الدار ديالو، غادي يجي، غادي يشري عقار، يعني غيكون واحد الرواج اقتصادي، وحنا غادي نساهموا ولو بالنسبة ديال 0.001، فهذه النسبة إذا سردنا 3000 4000 5000 المدة ديال 5 سنين أو 10 سنين كانوا 5000، هاد 5000 واحد غادي يسرد لدارهم، يجي، غادي يتزوج، غادي يشري عقار، يعني غادي يدير مشروع، غادي يجي منه واحد 5 سنين 7 سنين وغيكون عنده واحد الكفاءه عاليه يخدم داخل الوطن. يعني حنا غادي نساهموا في عده مجالات
طرق مباشرة وغير مباشرة. ولهذا احنا في المغرب عندنا حاليا عندنا مقومات اللي نقدروا نمشيو المملكة المغربية الشريفة تحت رئاسة جلالة الملك نصره الله لأبعد تقدير. خص غير الإنسان يعرف فين يستثمر وشنو غادي يستثمر وما يبيعش الوهم للناس. عندك واحد الحاجة عندي ما عنديش ما عنديش. بالنسبة لهذا المشروع ديال الأنصار غادي يكون عندها حاليا 10 الفروع بالمملكة. غادي نحاولوا على أن كل جهة يكون فرع. وإذا قدرنا أن نوصلوا للجهة يعني الصحراء المغربية من منطقة العيون القويرة إلى آخره، نقدروا نديروا قراءة يعني الدراسة عن بعد، أو يمكن إن شاء الله كنفكروا على أساس غادي يكون عندنا فروع ديالنا، لأن كاينة بعض الطلبات بعض المؤسسات حنا بغينا نغطيو جميع المملكة المغربية، وحتى شي واحد ما يتحرم من هذه الفرصة هذه، والفرصة هي شفافة وواضحة لكل المعالم، وأي واحد عنده تساؤل يدخل على الأنصار.com يطرح تساؤل ديالو. كنركز على واحد النقطة وكنعاود نقولها وقلتها جميع الصحافة، ممنوع شي واحد يتبتز حق عند ديك الألمانية يعطيني قد وقد، هذه ما نبغيهاش، وأي واحد قال له هذا راك يكذب عليه. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.